لعل العد التنازلي لإنهاء الأزمة السياسية في السودان قد بدأ. التوقيع المرتقب للاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحلفائها والمكون العسكري من المفترض أن يمهد لحكم مدني ديمقراطي. وفور الإعلان عن موعد التوقيع احتجت الساحة السودانية بالأصوات الرافضة للخطوة، تلتها دعوات للتظاهر تزامنا معها. التباين داخل المعارضة بشأن هذا القرار أثر سلبا على اتخاذ خطوة جماعية بشأن التسوية السياسية المرتقبة، ما أحدث اضطرابا داخل الشارع السوداني. الهدف من إنه لجان المقاومة طرفه، الهدف الأول إنه توحيد قوى الثورة نحو رؤية برامجية واضحة، بعد ذاك القوى الثورية كلها تمشي تخضع لأي عمل طراه مناسب. تحديات عدة يرى مراقبون أنها قد تمثل عقبة أساسية أمام الوصول للاتفاق النهائي ينهي الأزمة في السودان. الاتفاق يواجه تحديات من قبل الكتلة الديمقراطية، وهذه الكتلة تحاول أن تتنامى يوما بعد يوم في إطار الضغوط على قوى الحرية والتغيير المركزي حتى تستجيب لمطلوباتها. من جانب آخر أيضا هو التغيير الجذري، ترى أن هذه المعادلة الحالية لن تسمر ولا تغني من جوع، ولا بد من المواجهة حتى النهاية. من جانبها قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية اعتبرت الاتفاق عاجزا عن تلبية طموحات الشارع السوداني بسبب إقصائه لمكونات سياسية أخرى.